أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: فيما يتعلق في المداراة والمداهنة، هل يجوز للمسلم الذي يعيش في بلاد الكفار أن يتنازل أو يترك بعض المستحبات من دينه لدفع شر الكفار ولو من غير إكراه؟ إذا لا من غير إكراه، لا من غير إكراه لا يجوز. وأيضا ما يجوز له يقيم في بلاد الكفار إلا إذا عجز عن الهجرة، إذا عجز عن الهجرة يقيم مع التمسك بدينه وإظهار دينه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.